عيط في كتب الكتاب وفي الفيرست لوك أول ما شافها ما قدرش يسيطر على دموعه، وفي الفوتو سيشن بقى يوشوشها في ودنها وهي تضحك، مشاعر كتير جواهم بين الفرحة اللي طايرين منها وبين عياطهم وإنهم مش مصدقين. شخرومة وهيدي اتجوزوا والكل مبسوط لهم كأنهم من عائلتهم. تعالوا نشوف لقطات من فرحهم والكواليس اللي حصلت، وليه أحمد جمعة وميلا محمود محضروش ولا شادي الزعانة من أول شهر 7 ولحد لحظة كتب الكتاب وهو بيعد تنازلي مع الجمهور وبينشر لقطات من يومياتهم في التجهيزات والفستان بتاع هايدي وبدلته وحجز القاعة والتفاصيل ولقطات من خطوبتهم. ومش هتصدق إنه خلاص كلها أيام ويتجوز حب عمره والبنت اللي كان نفسه يتجوزها هتبقى مراته. وكل الفيديوهات دي اتلخصت في لحظات من الفرح والكل عارف قد ايه فعلا هو عافر عشان يتجوز هايدي. هايدي بالنسبه لشخرومة حظه من الدنيا وكفايه عليه وجودها جنبه، عشان كده من اول ما شافها بالفستان الابيض ما قدرش يمسك نفسه ولا يسيطر على دموعه، وده مش تمثيل، الكل عارف انه بيحبها جدا وكفايه انها تكون عارفه ده. شخرومة اول ما هايدي حطت ايديها على كتفه ولف الدموع نزلت من عينه، وزي ما يكون كان واقف على سكه ونزل وشه في الارض وبقى يمسح بايده دموعه وبالايد التانيه ماسك البوكيه. اداها البوكيه وفضل مديها ظهره ومش عاوزها تشوفه بيعيط، وهي كانت بتحاول تهديه وبعدين ضحك ولف حضنها وبس راسها وايديها كمان وسط زغاريت وهيصه اصحابهم. وهما بيتصوروا الفوتو سيشن ظهر شخرومه وهو بيوشوش هايدي في ودنها وهي بتضحك، ومحدش يعرف كان بيقول لها ايه غير هما الاتنين. نشر كمان فيديو مع صحابه وهما في الاوضه بيجهزوا كانهم راحت عليهم نومه ونايمين كلهم على سرير واحد، ووسطهم شخرومه لابس الروب الستان الاسود، وفجاه صحيوا متاخرين جريوا ورا بعض عشان يلحقوا التجهيز. الكل كان فاكر طالما شخرومه عيط مره خلاص، لكن المفاجاه بقى انه عيط كمان لحظه كتب الكتاب وهو ايده في ايد ابو العروسه، وكانت هايدي جنبه برضه بتعيط والمناديل في ايديها. وبعدين لما خلصوا حضنها وبداوا الرقص والتنطيط. لما رقصوا سلو حركاتهم لبعض ونظراتهم كانت مليانه حب، وعلشان صادقه من قلوبهم وصلت لقلوب الجماهير، وكتير قالوا في التعليقات من جمالكم مش عارفين نطلع من الاكونت بتاعك يا شخرومه. الفرح خلص وهما مروحين شخرومه نشر فيديو من العربيه وهو بيقول بقت مراتي خلاص يا جماعه الساعه 12 واحنا لسه في الشارع، يعني خلاص محدش بقى يتكلم معانا في مواعيد، حتى لو قالت لي تعالى ننزل الساعه 4 الفجر هقول لها يلا وندخل السينما. دولا بقى هو اللي المفروض كان زفافهم بالعربيه، وكانت مراته نور جنبه بتزغرط وفرحتها بهايدي مش سايعاها. دولا نشر الفيديو هو كمان من العربيه وكان على نفس الاغنيه اللي هي اهو جه اليوم اللي بحلم بيه لتامر حسني، وهو عريس صور نفس الفيديو، فقام جمع الفيديوهين على بعض. ولحد ما وصلوا البيت نشر شخرومه فيديو وهو بيفك الطرحه لهايدي في المرايه، ولحد اللحظه دي برضه مش مصدق انها معاه ومراته في بيته. الغريب ان الكل كان متوقع ان شادي زعيم هيحضر هو وحنين مراته وكمان احمد جمعه وليلى زي دولا كده ونور، ولكن ما حصلش. وطبعا الزعامه كان تعبان وقال انه كان بيدوخ وبيقع في الشارع وما بيقدرش يرفع راسه من الارض. كمان ليلى نشرت الستوري والكنله في ايديها وقالت انها تعبانه وضغطها واطي، وفي نفس الوقت كانت قرايه فتحه اختها ملا، فاكيد مفيش حاجه تمنعهم من الحضور الا الشديد القوي، والا الاكيد كانوا حضروا وشاركوا شخرومه ليله عمره.